كمال الله المطلق تشوفه في المسيح، عظمته وبهائه وعتره يفيح، وروعة كلامه هدوءه وسلامه لا يمكن تلومه، قدوس المسيح. المجد تجسد يسوع المسيح، تشوفه فتسجد وتؤمن صحيح. المجد تجسد على الأرض جاء، فمجد وأسجد وارفع الدعاء. هو مين؟ رب المجد، اسم من أسماء المسيح رب المجد. يقول الكتاب: نتكلم بحكمة الله في سر. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، في كورنثس الأولى 2:8. يقول الكتاب برضو: لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة، في يعقوب 2:1. زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده أن الأصل اليوناني لكلمة رب هي اللي بيملك أو صاحب، يعني المالك، فيكون المعنى اللي ليه المجد أو صاحب المجد. تعالوا نشوف الموقف اللي اتقال فيه الاسم ده رب المجد. في تفسيرين للآية دي، تفسيرين مختلفين تماما عن بعضهم لكنهم منطقيين جدا. يقول الرب على لسان بولس الرسول: حكمة الله الأزلية المكتومة كانت أنه يتجسد الله الرب يسوع ويجي في وسطينا، وأنه يصلب فيتكسر سلطان إبليس وقيود الخطية اللي بيستخدمها إبليس، ويطلق أسرى الشيطان ويطلق أسرى الخطية أحرار. أما عظماء هذا الدهر ففي احتمالين ليهم، ومن هنا يجي التفسيرين. الاحتمال الأولاني أنه يكون عظماء هذا الدهر هم الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة وعظماء الشعب اللي ما عرفوش حاجة من حكمة الله اللي سبق وشرحناها، وبناء على كده ما عرفوش الرب يسوع الإله المتجسد صاحب كل مجد، وبناء عليه صلبوه لأنهم ما عرفوش مركزه المتعالي أنه هو الله فعلا الظاهر في الجسد. التفسير الثاني بيقول أن عظماء هذا الدهر هم إبليس وجنوده وعبيده اللي ما عرفوش الحكمة المكتومة اللي كانت غير معلنة وغير واضحة الوضوح اللي احنا شايفينه في الأيام دي، عشان كده صلبوه برضو، لأنهم ما عرفوش أنه بصليبه ده وبصلبه هيتحرر الإنسان من إبليس ومن جنوده ومن عبيده ومن الخطية. الاسم ده جه عشان يوضح عظمة مركز المسيح رب المجد، واحنا بنشكر الله انه حكمة الله كانت مكتومة فما تفهمتش وصلبوا المسيح، والانسان نال بالصلب ده الخلاص من سلطان ابليس، ونال الحرية والسلام والامان. من حقك صديقي المشاهد دلوقتي انك تنال المجد من صاحب المجد، وده يحصل لما تطلب انه يكون المسيح ملك على حياتك ويخلصك فتقبله، وبقبولك تصير من أبناء الله اللي بيتنقل ليهم المجد بالتبني، وتصبح وريث المجد بالتبني، وكمان تحصل على المجد هنا على الأرض. هو وعدنا وقال: لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. اكتشف داود أسرار كتيرة طول الوقت اللي كان بيصرفه في محضر الله، وكان أحد هذه الأسرار هي: تجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني، في مزمور 18:35. أختم بالسؤال بتاعنا: ليه أعلن لي الله الاسم ده رب المجد؟ نمرة واحد: استغل الموقف واحصل على الحرية اللي عايز رب المجد إنه يديها لك. تعال بين إيديه دلوقتي عشان تحصل على اللي هو محوشه لك. نمرة 2: سبح الرب يسوع بالمركز العظيم اللي ليه وهو رب المجد. افرح انك اصبحت ابن الاله ده نتيجة للي عمله الله عشانك. المسيح معاك.